إيجابيات التخصص إن اللغة نفسها مثل العين. حلو. تمام. أنت الحين عندك لغة عربية، عندك عين واحدة. عندك لغة ثانية انفتحت لك عين جديدة. تشوف العالم من منظور مختلف. تقدر تحصل على معلومات أكثر. تقدر تطور من نفسك، من وظيفتك، من محيطك بشكل أكبر. جميل. هذه إيجابيات، إيجابيات من إيجابيات اللغة. تعرفك على ثقافات أخرى. ثقافات الشعوب، ثقافات العالم، الشعوب، تواريخهم، بتاريخهم. حتى ممكن فيها مجال لدعوة غير المسلمين مثلاً. مجالاتها كبيرة. مجالات اللغة كبيرة. عندك فيه المجال اللي هو أنت تبغى تشتغل، مجال اللي هو كيف تتعامل مع بيئة العمل حقتك، مجال سياسي، مجال ديني، دعوة، مجال تجارة. جميل. يعني إحنا عندنا هنا في السعودية منتجات، لكن ما هي موجودة برا. هذه واحدة. الشيء الثاني، في منتجات برا ما هي موجودة هنا. صحيح. لما تطلع حيكون بينكم مترجم. أنت لما تكسب اللغة أنت ما تحتاج المترجم.